ورجعنا لكم من جديد على كوين فري، ولسه مكملين فري بحال العملات الرقميه والان اف تي على كوين فري. قلت امس عليك يا صاحبي في نهايه المسه بصورتين ان اف تي، تاخدهم من هنا وتبيعهم من هنا. الصوره عامله 30 سنت، ولكن انصحك تخزنها. لو عايز تبيع هقول لك في نهايه الفيديو تبيعها ازاي، ولكن لو عايز تخزن الصوره ممكن تبقى من 10 سنت ل 20 دولار زي اللي انت هتشوفها النهارده في الفيديو. صوره احنا كنا واخدينها مجاني من قلب القناه، دلوقتي عامله 380 دولار حد ادنى. اقدر ابيعها طبعا في اي وقت، ولكن طبعا انا مش هبيعها عندي فيك، عشان انت بقول لك خزن الصور ديت، انت بتستلم وبتبيع. حلقه النهارده هي هديه كالعاده من كوين فري، مجاني وفوري، هبس عليك بصورتين، فما تنساش تمس عليا باللايك بتاعك الجميل، وتعالى اشرح لك. بص يا برنس الليالي، انت في الموضوع ده كله مش محتاج غير اللي يكون عندك محفظة واكس. حتى لو ما عندكش المحفظة هتروح على اي متصفح عندك وتكتب هنا اهو زي ما انت شايف واكس، وبعد كده تكتب وايت، وكل ده هتلاقيني سايبه لك اسفل الفيديو مثبت، ولو انت مش عارف تدوس عليه هتلاقيه موجود عندنا في قناه الايردروب. بمجرد طبعا ما بتفتح كده المحفظه، هنا المحفظه سلسه وسهله جدا، عشان يبقى عندك فيها حساب بتضطر انك انت تسجل فيها. التسجيل زي ما انت طبعا شايف، تقدر تسجل هنا بفيسبوك او بجيميل او بشانتك، او تقدر تسجل بوايكت او اي حاجه مناسبه بالنسبه لك، انت شايفها المناسبه بالنسبه لك تسجل بيها. بمجرد ما بتختار جيميل بتلاقي عندك المحفظه. طبعا كل الصور هتلاقيني مثبتها لك اسفل الفيديو برضو، وهتلاقيني الرابط سايبه لك في قناه الايردروب. بمجرد ما هتدوس على اي صوره هيفتح معاك صفحه بالشكل ده. عشان تستلم الصوره الاولى هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، بتدوس عليه بيفتح لك صفحه زي كده، بتدوس على كلايم فري بيقول لك ادخل بالمحفظه. بمجرد طبعا ما بتدوس كلايم هنا بيقول لك اعمل دخول بالمحفظه. طبعا انت فاتح المحفظه فتلقائي بيقول لك تم استلام الصوره في قلب محفظتك، كده انت استلمتها. هقول لك دلوقتي هي فين، نروح بس يا صاحبي نستلم الثانيه دلوقتي وهفرجهم لك الاثنين مع بعض. الموضوع سلس وسهل جدا يا زميلي. الصوره الثانيه نفس الكلام برضو، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، بتعمل نفس الحركه، بتيجي تعمل كلايم فري من هنا. بمجرد ما بتعمل كلايم فري بيظهر لك طبعا كلايم بتقول لك تم استلام الصوره. الموضوع ما قلت لك اسهل منه مفيش. ما تنساش بقى تعمل لايك يا صاحبي، عشان بقى نبيع الصورتين دولت او نشوفهم هنروح على محفظه واكس. طبعا انت فاتحها فبتيجي تاني على المتصفح بتاعك تكتب واكس بالشكل ده. بمجرد ما بتعمل واكس بتلاقي نفسك في قلب المحفظه دي. طبعا المحفظه اللي احنا لسه عاملينها لو انت لسه ما عندكش محفظه، فلو انت اول مره تخش جديد هيبقى عندك صورتين جديد. بتدوس على القائمه بيفتح لك هنا، تدوس على ان اف تي هتلاقيها تاني خيار. بمجرد ما بتدوس على ان اف تي بتلاقي بقى كل شغلك هنا يا زميلي، الصور اللي انت صنعتها واللي استلمتها وكل الليالي اللي انت بتشوفها من على كوين فري هتلاقيها هنا. ما تنساش بقى يا صاحبي تمس علينا بلايك، دي الصوره الاولى اللي احنا الثانيه، ودي الصوره الاولانيه اللي احنا استلمناها. طيب عشان نبيع الصور ديت يا عم احمد ازاي؟ كله من قلب المحفظه، هتدوس على القائمه من هنا اهو زي ما انت شايف. بمجرد ما بتدوس على القائمه بتيجي اسفلها بتلاقي حاجه اسمها دروب او المحافظ او العلامات، بتخش عليها من هنا باي لغه انت عندك، وبتنزل تحت يا صاحبي بتلاقي حاجه اسمها سوق حر لو انت بالعربي، او الاتوميك مارك، او لو انجليزي اتشوبك مارك، انت باي لغه انت تعرفها بتدوس عليها بالشكل ده. بمجرد ما بتخش عليها بيفتح لك صفحه الماركتنج، بتدوس على اليمين من هنا عشان تفتح صفحه الماركتنج، وتختار حاجه اسمها تريدنج او تبديل، او زي مثلا انت هتبدل عملات او تبيع عملات. فبمجرد ما بتخش عليها من هنا بتلاقي صفحتك اللذيذه يا صاحبي. عشان تبيع اي صوره هتيجي على حاجه اسمها ليست اون ماركت، او حطها في قلب المتجر. بتخش هنا على اللوق، اول حاجه تركز على سوق السعر. سوق السعر دلوقتي اللي هو السوق اللي احنا فيه حاليا عامل 5 يعني دلوقتي 30 سنت او 33 سنت. ما تبيعش اقل من السعر ده، ولكن طبعا تقدر تبيع باكتر من كده، تقدر تكتب بقى 1 2 3 اللي يعجبك، فاهمني؟ ولكن ما تبقاش اقل من 30 سنت. الموضوع سلس وسهل جدا يا صاحبي، ودي صفحتي زي ما قلت لك، والموضوع تقدر تكسب منه زي ما انت طبعا شايف. حتى الصوره عليت اهي، اللي كنت بقول لك 280 في قلب المقدمه دلوقتي 291، ومش هبيعها غير لما توصل 1000 او 1000 وحاجه. ده طبعا من موقع كنت استلمتها من زمان، والحاجات دي كلها هتلاقيها موجوده عندنا في قناه الايردروب لو انت مشترك عندنا. واكتر حاجه بتلاقيها عندنا في قناه الايردروب هو الان اف تي. اعمل لايك.